مرحبا مشتركي سبورانات، باش نصلح لكم نموذج اخر من الفروض التاليفيه في ماده الرياضيات لتلاميذ سنه 9 اساسي. دونك لهنا الفرض نتاعنا يحتوي على اربع تمارينات، بالطبيعه هذا هو الفرض الكلاسيكي. ونبدا بالتمرين الاولاني واللي هو ديما اختر الاجابه الصحيحه من بين المقترحات التاليه، واللي هو جينيرال مويه بتاع اربع نقاط. دونك يلي كل سؤال من أسئلة هذا التمرين ثلاث إجابات، إحداها فقط صحيحة، اكتب على ورقة تحريرك رقم السؤال والإجابة الموافقة له. دونك عطيني العدد جذر تربيعي لاثنين قوة إلا أربعة يساوي أربعة، واحدة على أربعة ولا إلا واحدة على أربعة. شو معناتها هنا جذر تربيعي لاثنين قوة إلا أربعة يساوي واحد على جذر تربيعي لاثنين قوة أربعة، معناتها يساوي واحد على جذر تربيعي لاثنين في جذر تربيعي لاثنين في جذر تربيعي لاثنين في جذر تربيعي لاثنين، هذه باش تعطيني اثنين وهذه باش تعطيني اثنين، اذا يساوي واحد على اربعة. دونك الاجابة الصحيحة هي الاجابة ب. السؤال الموالي A B C D مربع قطراه اربعة، اذا طول ضلعه يساوي اثنين جذر اثنين جذر اثنين ولا اثنين. دونك لهنا باش ناخذ رسم تقريبي لهذا المربع اللي هو A B C D قطراه اربعة، هذا هو القطر بتاعه. اوكي دونك لهنا يحب يلوج على معناتها الضلع نتاعو اللي هو مثلا ا بي. انا كيفاش نطبق لهنا نظريه بيتاغورس؟ مش يعطيني مش يعطيني ا بي قوت 2 مع بي سي قوت 2 يساوي ا سي قوت 2. دونك لهنا ا بي قوت 2 مع بي سي قوت 2 متساويين، هنا معناتها 2 ا بي قوت 2 يساوي ا سي قوت 2، اور ا سي هو 4. دونك لهنا ا بي قوت 2 يساوي AC قوت 2 على 2، معناتها 4 قوت 2 على 2 اللي هي 16 على 2، دونك 16 على 2 اللي هي 8. 8 بالطبيعة يساوي دونك 8 هي 4 في 2، معناتها AB قوت AB هو جذر تربيعي ل 4 في 2 اللي هو جذر تربيعي ل 4 في جذر تربيعي ل 2، دونك 2 جذر تربيعي ل 2. فوالا إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. دونك هذه هي الإجابة الصحيحة. المقترح الموالي ABC مثلث وO منتصف AB، حيث OA يساوي OB يساوي OC، إذا ABC قائم في A في B ولا في C. هو عطيني المثلث نتاعنا وعطيني الO هي منتصف AB. دونك أنا لهنا باش نجي ناخذ رسم تقريبي بالطبيعة، باش ناخذ مثلث عام، هذا هو ABC، قال لي O هي منتصف AB، مع العلم انه او ا يساوي او بي مساويه لاو سي، معناتها هذوما الثلاثه متساويين. هل انه هذا المثلث باش يكون قائم في ا ام قائم في بي ام قائم في سي؟ دونك قال لي او بي يساوي او ا يساوي او سي، شو معناتها هنا؟ معناتها انا باش نحاول نشوف الفرضيات الثلاثه، معناتها قائم في ا قائم في بي وقائم في سي. باه كي باش ناخذ انا المثلث او بي سي شبيه هذا متقايس ضلعين نورمالمون هكا ولا باه؟ شو معناتها متقايس ضلعين؟ معناتها الزاويه هذه والزاويه هذه متقايسين، دونك زاويه او بي سي يساوي او سي بي. فوالا باه، اذا كان هو الفرضيه نتاعي انه يكون قائم الزاويه في بي، باه اذا كانت الزاويه او بي سي يساوي 90 درجه، معناتها الزاويه او سي بي باش تكون 90 درجه. دونك الزاويه اللي راسها او هذه باش تكون صفر، معناتها سي او بي يساوي صفر، على خاطر زوايا المثلث 180 درجه، معناتها 90 مع 90 180، دونك باش تفضلي صفر لهنا واللي هي فرضيه هذه ما تجيش. دونك قائم الزاويه في بي باش نحاه، باش ناخو انا الحاله المواليه واللي هو يكون قائم، مش ناخو المثلث هذا ومش ناخو قائم الزاويه في سي لهنا. دونك المثلث او ا سي متقايس ضلعين كيف كيف. دونك لهنا عندي الزاوية هذه والزاوية هذه متقايسين، دونك لهنا او ا سي يساوي ا سي او. اذا كان قائم الزاوية لهنا في ا، باش ناخذ قائم الزاوية في ا، معناتها هذه 90 وهذه 90 هذه باش تكون صفر، دونك فرضية خاطئة، اذا بالضرورة مش يكون قائم الزاوية في سي، اذا الاجابة الصحيحة هو قائم الزاوية في سي. اوكي فوالا تعدل السؤال الموالي ولا الاقتراح الموالي. دونك لهنا عطيني ا بي سي مثلث قائم في ا، دونك باش نطبق لهنا نظرية اللي شفناها في المثلث قائم الزاوية، باش نطلع أنا كم يساوي الضلع ا سي. هو عطيني لهنا الضلع ا بي
واعطيني ضلع بيسك. انتم بالطبيعه كيما خدمنا الفرضيه رقم 3 باش تاخذوا البريون تاعكم، باش تصوروا مثلث ا بي سي قائم في ا، هذا هو المثلث نتاعنا. دونك اعطيني ضلع ا بي 2 جذر لي 3، هذا هو ضلع ا بي هو 2 جذر لي 3، واعطيني ضلع بي سي اللي هو 6، اذا نحب نلوج على ا سي. اون ابليك التيوغيم دو بيتاغور. دونك شنو باش يقول لي؟ باش يقول لي ا بي قوة 2 مع AC قوة 2 يساوي BC قوة 2. دونك أنا حاجتي بالـ AC قوة 2 يساوي BC قوة 2 إلا AB قوة 2. شو معناتها هنا؟ 6 قوة 2 اللي هي 36 إلا 2 جذر تربيع اللي 2 قوة 2 معناتها 4 في 3 اللي هي إلا 12. أوكي؟ دونك 30 إلا 10 20، وعندي 36 عفوا إلا 12. دونك 36 إلا 10 باش تعطيني 26، باش نزيد ناحية منها 2 دونك باش تعطيني 24. إذا AC يساوي جذر تربيعي ل 24. دونك شنو معناتها جذر تربيعي ل 24؟ لان 24 نجم نكتبها 8 في 3، دونك جذر تربيعي ل 8 في 3، و 8 هي 4 في 2، دونك 4 في 2 في 3 يساوي جذر تربيعي ل 4 في جذر تربيعي ل 6، دونك اللي هو 2 جذر تربيعي ل 6. فوالا، دونك الاجابه الصحيحه هي الاجابه ب. تعدل التمرين الثاني واللي هو تمرين على 6 نقاط، ليكون اكس واي العددين الحقيقيين التاليين. اكس هي جذر تربيعي 48 الا جذر تربيعي 27 مع 2 جذر تربيعي ل 3، واي جذر تربيعي 80 الا جذر تربيعي ل 20. بين ان اكس يساوي 3 جذر تربيعي 3 واي يساوي 2 جذر تربيعي ل 5. بين ان اكس قوة 2 اكبر من واي قوة 2. استنتج مقارنه لاكس واي. استنتج مقارنه مع التعليل لكل من 3 جذر تربيعي 3 مع 7 على 5، 2 جذر تربيعي لخمسة مع 2 على 3، إلا جذر تربيعي إلا 6 جذر تربيعي لثلاثة، إلا 4 جذر تربيعي لخمسة، وواحد على 3 جذر تربيعي لثلاثة، وواحد على 2 جذر تربيعي لخمسة. دونك لهنا عندنا العددين هذوما، وهذوما زوز وهذوما زوز، باش نستنتجو لهم مقارنة. نبدأ بالسؤال الأولاني. أعطيني إكس يساوي جذر تربيعي لثمانية وأربعين إلا جذر تربيعي لسبعة وعشرين مع 2 جذر تربيعي لثلاثة. فوالا، دونك أنا 48 تقبل القسم على 3، نجم نقسم على 3. دونك شنو باش تعطيني لهنا؟ كي نقسم 48 على 3، دونك 4 على 3 باش تعطيني 1، و 18 على 3 باش تعطيني 6، دونك جذر تربيعي ل 16 في 3، إلا 27 هي 9 في 3 مع 2 جذر تربيعي ل 3. دونك هذي شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني جذر تربيعي ل 16 في جذر تربيعي ل 3، إلا جذر تربيعي ل 9 في جذر تربيعي ل 3 مع 2 جذر تربيعي ل 3. دونك هذه باش تعطيني 4 جذر تربيعي ل 3 إلا 3 جذر تربيعي ل 3 مع 2 جذر تربيعي ل 3. دونك باش تعطيني جذر تربيعي ل 3 مع 2 جذر تربيعي ل 3 اللي هي 3 جذر تربيعي ل 3. وهو شنو يحب يبين؟ فوالا، دونك 3 جذر تربيعي ل 3. نتعادل العبارة Y. دونك Y يساوي جذر تربيعي ل 80 إلا جذر تربيعي ل 20. 80 تقبل القسم على 5، دونك خاطر هو يحب يبين في الإيكغيك جذر تربيعي لخمسة. دونك أنا يكفي إني نقسم 80 على 5، دونك شنو باش تعطيني لهنا؟ 8 على 5 باش تعطيني 1، و 40 على 5 باش تعطيني دونك لهنا 8. فوالا، فوالا هنا، و 30 على 5 باش تعطيني 6. دونك جذر تربيعي ل 16 في في 5 إلا جذر تربيعي ل 4 في 5، دونك هذي باش تعطيني 4 جذر تربيعي ل 5 إلا 2 جذر تربيعي ل 5 يساوي 2 جذر تربيعي ل 5، وهو يحب يبين أنها 2 جذر تربيعي ل 5. السؤال الموالي يبين أن، يحب يبين دونك أنه إكس قوة 2 باش تكون أكبر من إيكغيك قوة 2. إحنا لهنا عندنا دي تيوريم. شنو تقولي؟ إذا كان إكس وإيكغيك عددين موجبين، إيكغيك أكبر من إكس، إذا إيكغيك قوة 2 أكبر من إكس قوة 2، والعكس. إذا كان إكس وإيكغيك عددين سلبيين وإيكغيك أكبر أو يساوي من إكس، إذا إكس قوة 2 أكبر أو يساوي من إيكغيك قوة 2. أحنا شنو عندنا؟ عندنا إكس يساوي 3 جذر تربيعي ل 3 اللي هي موجبة، وعندي إيكغيك يساوي 2 جذر تربيعي ل 5 اللي هي موجبة. باهي، وأنا عندي لهنا 3 جذر تربيعي ل 3 ولهنا 2 جذر تربيعي ل 5، أما أكبر إكس وإلا إيكغيك لهنا؟ دونك لهنا بالطبيعة إكس أكبر من إيكغيك. إذا إكس قوة 2 باش يكون أكبر من إيكغيك قوة 2. أوكي، فوالا. السؤال الموالي، استنتج مقارنة. بون هو توا استنتج مقارنة لإكس وإيكغيك من بعد، دونك بما أنه إكس قوة 2 أكبر من إيكغيك قوة 2،
اذا لهنا اكس باش يكون اكبر من ايغريك. دونك مانيش باش نطبقوا بيان سور القاعده اللي حكيت لكم عليها، لحتى القاعده باش نمشي بالعكس، معناتها انا عندي اكس وايغريك وباش نطلع اكس قوس 2 وايغريك قوس 2. لهنا تو سامبلومون شنو باش نجيو نعملوا؟ دونك في السؤال بين ان اكس قوس 2 اكبر من ايغريك قوس 2، كم يساوي اكس قوس 2؟ دونك اكس قوس 2 هي 3 في جذر تربيعي ل 3 قوس 2، معناتها لهنا 9 في 3 اللي هي 27، و y قوت 2 يساوي 2 جذر تربيعي ل 5 قوت 2، إذا 4 في 5 اللي هي 20، إذا x قوت 2 أكبر من y قوت 2 لخاطر 27 أكبر من 20، فوالا. وبما أنه x قوت 2 أكبر من y قوت 2 و x موجب و y موجب، إذا من هنا باش نطلع أنه x أكبر من y، تو سامبلومون، معناتها هي القاعدة وعكسها، فهمت؟ أنا في الإجابة الأولانية قلت لكم انه لو اكس اكبر من y، اذا اكس قوس 2 اكبر من y قوس 2، وهو يحبني نبين انه اكس قوس 2 اكبر من y قوس 2، وبعد نتعدل اكس و y. دونك تو سامبلومون تحسبوا اكس قوس 2 تحسبوا y قوس 2، 27 اكبر من 20، اذا اكس قوس 2 اكبر من y قوس 2. علاش؟ على خاطر الاكس و y موجبين، لو كان كانوا سالبين باش تتعكس. اوكي فوالا، دونك اكس اكبر من y. نستعد للسؤال رقم 3، استنتج مقارنة مع التعليل لي. دونك لهنا 3 جذر تربيعي ل 3 مع 7 على 5، و 2 جذر تربيعي ل 5 مع 2 على 3. اوكي، دونك لهنا شنو معناتها 3 جذر تربيعي ل 3 اللي هي اكس، و2 جذر تربيعي ل 5 اللي هي الكريك. انا باش نجي نعمل لهنا 3 جذر تربيعي ل 3 مع 7 على 5، باش نطرح منها 2 جذر تربيعي ل 5 مع 2 على 3. شنو باش تعطيني هذي؟ باش تعطيني 3 جذر تربيعي ل 3 مع 7 على 5 الا 2 جذر تربيعي ل 5 الا 2 على 3. دونك باش تعطيني 3 جذر تربيعي ل 3 الا 2 على 5، باش نخليها مع بعضها، مع هذي شنو باش تكون 7 على 5 الا 2 على 3، باش نحاول نوحد المقامات لهنا. دونك باش تعطيني 3 جذر تربيعي ل 3 الا 2 على جذر تربيعي ل 5 مع هذه، دونك باش تعطيني 21 الا 10 على 15 اللي هي دونك 11 على 15، معناتها باش تعطيني 3 جذر تربيعي ل 3 الا 2 جذر تربيعي ل 5 مع 11 على 15. وبما انه الاكس اكبر من الايغريك، احنا بينا انه 3 جذر تربيعي ل 3 اكبر من 2 جذر تربيعي ل 5، اذا هذه شلون باش تكون؟ هذه موجبه وهذه موجبه، اذا هذه الكل باش تكون موجبه. اذا انا بينت انه 3 جذر تربيعي ل 3 مع 7 على 5 الا 2 جذر تربيعي ل 5 مع 2 على 3 موجبه، اذا هذه اكبر من هذه، اذا 3 جذر تربيعي ل 3 مع 7 على 5 اكبر من 2 جذر تربيعي ل 5 مع 2 على 3. فوالا، هذه علاش موجبه؟ على خاطر بالطبيعه الاكس اكبر من الايغريك تبعا للسؤال 2 ب، فوالا، حتى المربوطين ببعضهم راهو مش معناتها كل حاجه واحده. اوكي، ونتعدى للعمليه ب، يحب يستنتج مقارنه الا 6 جذر تربيعي ل 3 والا 4 جذر تربيعي ل 5. دونك الا 6 جذر تربيعي ل 3 والا 4 جذر تربيعي ل 5. لهنا شنو نلاحظ؟ الا 6 جذر تربيعي ل 3 هي الا 2 ضارب 3 جذر تربيعي ل 3، معناتها هنا الا 2 اكس، والا 4 جذر تربيعي ل 5 هي الا 2 ضارب 2 جذر تربيعي ل 5، معناتها الا 2 ايغريك. اور انا نعرف انه اكس اكبر من ايغريك، اذا الا 2 اكس باش تكون اصغر من الا 2 ايغريك، على خاطر انا كي نضرب في الا باش تعكس العلامه، اذا لهنا الا 6 جذر تربيعي ل 3 اصغر من الا 4 جذر تربيعي ل 5. فوالا، والعباره الاخرانيه واللي هي 1 على 3 جذر تربيعي ل 3 لهنا، و 1 على 2 جذر تربيعي ل 5، معناتها 1 على ايغريك و 1 على اكس. اوكي، دونك احنا نعرفوا انه اكس اكبر من ايغريك، اذا 1 على اكس اصغر من 1 على ايغريك، معناتها 1 على 3 جذر تربيعي ل 3 اصغر من 1 على 2 جذر تربيعي ل 5. فوالا، اوكي، دونك هكايا نكون كملت التمرين الثاني وامر للتمرين الثالث. نعتبر الاعداد الحقيقيه ا وب وس، اعطيني ال ا واعطيني ال ب واعطيني ال س. اكتب في صيغة قوة لعدد حقيقي دليلها عدد صحيح طبيعي AB و AB على C. دونك انا عندي A هي جذر تربيعي ل 3 على 2 كلها قوة 3، وعندي B هي 2 على جذر تربيعي ل 3 كلها قوة 5. لهنا باش نشوف A في B، A في B هي 3 جذر تربيعي ل 3 على 2
قوة ثلاثة في اثنين على جذر تربيعي لثلاثة كلها قوة خمسة. دونك هذه كيفاش نجم نكتبها أنا؟ نجم نكتب جذر تربيعي لثلاثة على اثنين قوة ثلاثة في اثنين على جذر تربيعي لثلاثة قوة ثلاثة في اثنين على جذر تربيعي لثلاثة قوة اثنين. حليتها لهنا خاطر معناتها أ قوة إن في أ قوة إم هي أ قوة إن مع إم. دونك معناتها ثلاثة مع اثنين اللي هي خمسة. هذوما باش نحطهم مع بعضهم، باش تعطيني جذر تربيعي لثلاثة في الاثنين على اثنين جذر تربيعي لثلاثة كلها قوة ثلاثة. نجم نختصر بالاثنين ونجم نختصر بالثلاثة. جذر تربيعي لثلاثة باش تعطيني واحد قوة ثلاثة، وبالطبيعة ما ننساش اثنين على جذر تربيعي لثلاثة قوة اثنين لهنا عفوا. دونك واحد في إذا باش تجيني اثنين على جذر تربيعي لثلاثة قوة اثنين. ولا دونك هذه أ في بي. باش نكتب لكم لهنا القواعد اللي راهم خدمت بيهم. دونك خدمت بال أ قوة إن في أ قوة إم يساوي أ قوة إن مع إم اللي هي هذه حليتها، ولا أ قوة إن مع إم مع قوة خمسة. علاش حبيت نظهر ثلاثة لهنا؟ خاطر ثلاثة ظهرت لي لهنا. وخدمت بال أ قوة إن في بي قوة إن يساوي أ في بي كلها قوة إن اللي هي هذه جذر تربيعي ثلاثة في اثنين في اثنين على جذر تربيعي ثلاثة كلها قوة ثلاثة. Voilà. والعبارة المواليه واللي هي A في B على C. دونك لهنا A في B على C. أنا ديجا الـ A في B خدمتها واللي هي 2 على جذر تربيعي لثلاثة قوة 2 على C اللي هي 16 على P قوة 2. أور 16 على P قوة 2. دونك نجم نكتبها 4 قوة 2 على P قوة 2. معناتها 2 على جذر تربيعي لثلاثة قوة 2 في P على 4 قوة 2. معناتها لهنا نوريكم القاعدة اللي خدمت بها عكست. دونك باش تعطيني 2 بي على 4 جذر تربيعي لثلاثة كلها قوة 2، معناتها بي على 2 جذر تربيعي لثلاثة كلها قوة 2. فوالا أنا لهنا شنو خدمت؟ خدمت ب 16 هي 4 قوة 2، وخدمت بالأ على بي قوة إن على سي على دي قوة ان هي أ على ب قوة ان في د على س قوة ان. وبعد الكل حطيتها تحت نفس القوة واختزلت لهنا 2 ولا 4، معناتها نحيت 2 ل 4 هي 2 في 2 معناتها نحيت 2. فوالا هكا نكون كملت التمرين الثالث، وامر للتمرين الهندسة واللي هو التمرين الرابع ديما يكون على اكثر عدد من النقاط. إذا نقرأ لكم نص التمرين. ابني مثلثا AOB متقايس الأضلاع طول ضلعه 4 سنتيمتر وAH الارتفاع الصادر من A. بين أن AH يساوي 2 جذر تربيعي 3 سنتيمتر. ابني نقطة C مناظرة B بالنسبة إلى O. بين أن المثلث ABC قائم في A. أحسب AC المستقيم المار من O والموازي لAB يقطع AC في E. بين أن E منتصف AC ثم استنتج OE. AO وBE يتقاطعان في J. ماذا تمثل J بالنسبة للمثلث ABC؟ ثم أحسب AJ المستقيم المار من H والموازي لAB يقطع AC في E. أحسب OE. فوالا هذا نص التمرين. دونك انا باش نحاول نخدمه لكم، انتم تنجموا تخدموا وحدكم وبعد تبعوا الاصلاح. اول حاجه مثلث متقايس الاضلاع طول ضلعه 4 سنتيمتر. دونك انا باش ناخذ هنا 4 سنتيمتر. فوالا دونك هذه باش ناخذ ضلع ا بي، باش ناخذ بالكومبا نفس البعد ا بي. دونك لهنا هذه هي النقطه او. دونك ا او بي مثلث متقايس الاضلاع. السؤال لهنا و اش الارتفاع الصادر من ا على بطبيعه او بي، لان هذه هي النقطه اش. بين ان ا اش يساوي 2 جذر تربيعي ل 3. دونك احنا شنو عندنا؟ عندنا ا اش هو الارتفاع. اش هو الارتفاع؟ شو معناتها؟ معناتها اش عمودي على بي او. هذه اول حاجه. وانا عندي مثلث متقايس الاضلاع معناتها ا بي يساوي ا او. اذا لهنا اش شنو يمثل؟ اش هو المسقط العمودي ل دونك اش هو الموسط العمودي، عفوا الموسط العمودي ل بي او. اوكي دونك لهنا اش هي منتصف بي او. اذا بما انه الاش هي منتصف بي او معناتها بي اش هو بي او على 2. باش نطبق انا نظريه بيتاغور لهنا، باش تعطيني بي اش قوة 2 مع اش قوة 2 يساوي ا بي قوة 2. لهنا اش قوة 2 مع اش قوة 2 مع اش بي قوة 2 هي ا بي قوة 2. اذا لهنا بي اش هي بي او على 2 كلها قوة 2.
مع اه دونك هو يحب يحسب لهنا اه دونك مع اه ولا اش ا قوت 2 يساوي ا بي قوت 2 ا بي قوت 2 دونك اللي هي بيتا بي او قوت 2 اوكي خاطر مثلث متقايس الافضل دونك اش ا قوت 2 يساوي بي او قوت 2 الا بي او قوت 2 على 4 معناتها لهنا باش تعطيني 4 دونك الا 1 على 4 بي او قوت 2 وحط المقامات دي 4 على 4 دونك 3 على 4 بي او قوت 2 هذه هي اش ا قوت 2 دونك انا اش ا يساوي جذر تربيعي ل 3 على 4 بي او قوت 2 دونك لهنا شنو باش تعطيني انا عطيني البي او اللي هي 4 سنتيمتر دونك لهنا 4 قوت 2 معناتها باش تعطيني جذر تربيعي ل 3 على 4 في 4 قوت 2 دونك 4 في 4 نجم نختصر بال 4 جذر تربيعي ل 4 هي 2 دونك 2 جذر تربيعي ل 3 فوالا دونك هذه هي اش ا يساوي 2 جذر تربيعي ل 3 وديجا احنا باش من هنا نستنتجوا القاعده اللي شفناها في المقول واللي هي اذا كان ا آه هو طول ضلع مثلث متقايس الاضلاع اللي هو احنا هنا خذيناه 4 فإن طول الارتفاع الصادر من إحدى قمامه هو أ جذر تربيعي لثلاثة على اثنين دونك أنا نجم نطبق القاعدة ديريكت أ معنتها أربعة في جذر تربيعي لثلاثة على اثنين دونك اثنين جذر تربيعي لثلاثة فوالا ولكن هو قال لي بين إذا أنا يجب أن نتبع التمشي هذا السؤال ب بين أن المثلث ولا ابني النقطة سي مناظرة ب بالنسبة إلى أو إذا لهنا باش نبنو مناظرة ب بالنسبة إلى أو اللي هي النقطة سي فوالا دونك هذه هي النقطة سي السؤال هنا بين أن المثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ ها هو المثلث نتاعنا ديجا هون بين اللي هو قائم الزاوية في أ لهنا شنو باش نعمل أنا شنو عندي عندي إنه المثلث هذا عندي أنا إنه أو هي منتصف بي سي أوكي دونك أو بي يساوي أو سي وعندنا إحنا أو بي يساوي أو سي يساوي أو أ اذا بالطبيعة المثلث نتاعي باش يكون قائم الزاوية في أ فوالا دونك لهنا عندنا أو بي يساوي أو سي يساوي أو أ اذا أ بي سي قائم في أ كيما شفنا هذايا السؤال هذايا شفناه في أول التمرين فكل اختار الإجابة الصحيحة اوكي احسب أسي باش نطبق بيتاغور بيتاغور باش تقولي أسي قوت 2 مع ا بي قوت 2 يساوي بي او قوت 2 دونك انا أسي قوت 2 يساوي بي او قوت 2 دونك الا ا بي قوت 2 بي او لهنا عفوا هي بي سي على دونك ا بي قوت 2 مع بي سي قوت 2 دونك لهنا باش تعطيني بي سي قوت 2 اللي هي 2 بي او معناتها 4 في بي او قوت 2 معناتها 4 في بي او قوت 2 معناتها في 4 قوت 2 في 16 الا ا بي قوت 2 دونك الا 16 مش تعطيني هذه نجم نخرج 16 لهنا 4 الا 1 دونك 3 يساوي 3 في 16 فينالمون دونك ا سي يساوي 4 جذر تربيعي ل 3 فوالا هكا يكون طلعت ا سي دونك نظمت لكم الرسم شويه باش نكملوا نخدموا عليه المستقيم المار من او والموازي ل ا بي شبيه المستقيم هذا يقطع AC في E دونك انا باش نرسم مستقيم مار من O وموازي ل AB يكفي اني نعمل لهنا ديجا انا عندي العمودي على AB دونك باش نمشي عموديا على هذا العمودي دونك شبيه المستقيم هذا يقطع AC في نقطة اللي هي E اوكي بين ان E منتصف AC دونك يحب يبين هنا انه E منتصف AC تو سامبلومون احنا عندنا O هي منتصف BC وانا عندي انه AB موازي ل OE اذا حسب النظريه معناتها عكس بيتاغوراس عفوا باش تعطيني انه اي منتصف ا سي فوالا ثم استنتج او اي لهنا دونك باش تعطيني سي او على سي بي يساوي سي اي على سي ا يساوي او اي على ا بي اذا يساوي 1 على 2 اذا لهنا او اي 2 او اي يساوي AB دونك OE هي AB على 2 معناتها 4 على 2 اذا يساوي 2 سنتيمتر دونك OE يساوي AB على 2 يساوي 4 على 2 يساوي 2 سنتيمتر هذه هي ال OE هاويني ديجا 2 سنتيمتر السؤال الموالي AO و BE يتقاطعان في G دونك AO و BE هما
يتقاطعان في جي. ماذا تمثل جي بالنسبة للمثلث ABC؟ voilà. دونك شنو تمثل النقطة جي هذيك بالنسبة للمثلث نتاعنا واللي هو المثلث ABC؟ هي مركز ثقله. دونك جي هي مركز الثقل، مركز ثقل المثلث ABC. voilà. اوكي السؤال لهنا الموالي، دونك ثم احسب اجي، حب يطلع لهنا اجي كم يساوي. دونك احنا عندنا الاو، اذا كم يساوي اجي؟ دونك اجي هي 2 على 3 او، معناتها 2 على 3 في 4 يساوي هنا 8 على 3 سنتيمتر. المستقيم المار من اش والموازي ل ا بي، دونك المستقيم مار من اش وموازي ل ا بي. فوالا دونك هذه بطبيعه انا نخدم عمودي على ا سي خاطر ا سي عمودي على ا بي. يقطع ا سي في او، فوالا احسب او او، لان يحب يحسب البعد او او كم يساوي. باش نصوركم باللون الاحمر هذايا، دونك يحب يحسب. اوكي دونك لهنا شنو باش نعمل انا؟ كيفاش باش نطلع الاو اي؟ باش نخدم في المثلث هذا، ماهو قائم الزاويه لهنا هكا ولا على خاطر قلنا او اي موازي ل اش او. فوالا دونك انا عندي زاويه قائمه لهنا، دونك شنو معناتها لهنا؟ معناتها او اي قوت 2 مع اي او قوت 2 يساوي او او قوت 2. ولكن انا الاو اي طلعتها، قالت لي الاي او كيفاش باش نطلعها؟ باش نخدم طاليز في المثلث سي اش او. شنو باش تعطيني؟ سي اي على سي او يساوي سي او على سي اش. دونك انا عندي لهنا الابعاد، فما ابعاد نعرفهم. سي او بالطبيعه هي يساوي او بي، معناتها سي او هي 4 على سي اش. سي اش هي 4 مع 2 خاطر اش هي منتصف او بي، معناتها على 6. فوالا وانا حاجتي سي اي على سي او، انا حاجتي بالبعد اي او. اوكي دونك سي اي على سي او، انا قلت انه اي هي منتصف ا سي وطلعت ا سي اللي هو 4 جذر تربيعي ل 3. دونك سي اي باش تجي 2 جذر تربيعي ل 3. فوالا دونك 2 جذر تربيعي ل 3 على البعد سي او. دونك على سي او من هنا نجم نطلع سي او يساوي دونك 4 سي او هي 6 في 2 جذر تربيعي ل 3، معناتها سي او يساوي 6 في 2 دونك 12 على 4 جذر تربيعي ل 3، معناتها 3 جذر تربيعي ل 3. هذه هي سي او، هذه سي او. اور احنا حاجتنا بالاي او، دونك اي او هي سي او الا سي اي. فوالا دونك 3 جذر تربيعي ل 3 الا البعد سي اي، قلنا سي اي هو 2 جذر تربيعي ل 3 دونك يساوي جذر تربيعي ل 3. دونك هذه هي الاي او. اي او قوت 2 معناتها جذر تربيعي ل 3 قوت 2، والاو اي دونك الاو اي طلعناها اللي هي 2، دونك باش تجيني 2 قوت 2 مع جذر تربيعي ل 3 قوت 2 يساوي او او قوت 2. دونك هذه باش تعطيني 4 مع 3، دونك باش تعطيني 4 و 3 7، معناتها او اي او او عفوا يساوي جذر تربيعي ل 7. فوالا دونك هكايا نكون كملت نموذج اخر من الفروض التاليفيه في ماده الرياضيات لتلاميذ السنه التاسعه اساسي. نجموا تعاودوه وحدكم، وانتم كان عندكم اي مقترح ما عليكم كان تتصلوا بسبورانات. مازال الفروض التاليفيه دونك تقريبا مازالت جمعتين، حاولوا تراجعوا من تو باش تشوفوا كان عندكم حاجه ناقصين فيها، تتصلوا باداره المنصه وانا نعاونكم في اي اشكال.